من الفرص الذهبية المتوفرة اليوم للشباب في السوق هي تجارة إلكترونية. طبعا هذا النوع من العمل دائما يحتاج التفكير الجيد في نوع المنتجات اللي ممكن التاجر فيها. واليوم ما حنسأل خبير ونقعد ننظر، اليوم حوارنا مع شخص مجرب وعايش في سوق التجارة الإلكترونية وبيحقق نتائج رائعة وعنده رغبة في دعم الشباب لهذا المجال. اسمحوا لي أرحب بي ضيفنا سامي السعدي، منورنا اليوم. أهلا وسهلا سامي. أهلا أهلا أختي. يعني ما شاء الله عليك، نحن نعرف أنك بدأت طريقك في عالم التجارة من فترة طويلة لأنك تأثرت بالوالد، ولكن كيف ممكن تختصر الأساسيات اللي سمحت الظروف أنك تتعلمها؟ أهم نقطة طبعا التواجد في أي قطاع تجاري، لازم تكون متواجد أول شيء في نفس السوق، سواء في كل مراحل، في الشراء، في البيع، في كل المراحل هذه تكون أنت موجود في السوق. هذه تعلمك أشياء كثير، بتنورك في أشياء كثير، تقدر أنت تفكر في مرحلة أخرى فين تنتقل وفين تروح. حلو، طب كلمني عن المجالات اللي اشتغلت عليها في التجارة الإلكترونية وشفت أيضا الفروقات واكتشفت الفروقات يعني بينها وبين التجارة التقليدية، وبإيش تنصحنا اليوم؟ والله شوف، التجارة الإلكترونية لا شك أنها الآن هي المسيطرة. بالنسبة للتجارة، نحن أسسنا موقع لادون للساعات، هذا الموقع أول موقع سعودي مختص في بيع الساعات. الموقع هذا طبعا مع الفورة، قبل الفورة نحن فكرنا فيها وبدأنا فيها، وصار حجم مبيعاته مذهلة لنا. حتى في فترة من الفترات ما نقدر نصنع الكميات اللي يطلبها السوق. ما شاء الله تبارك الله. كانت في البدايات طبعا في 2018 أو 17. فهذا الشيء اللي نحن نقول عليه دائما الشيء الجديد، او تتبع السوق فين متوجه، تشوفه فين وتروح للمكان. بس في نفس الوقت يعني انت ما تقدر تعتمد اعتماد كلي على التجاره الالكترونيه. ليش؟ لانه في بعض الناس اللي مثلي مستحيل يشتروا مثلا اشياء غاليه بتكون اونلاين. انا اذا ما شفت القطعه بايدي ولمستها وفحصتها مضبوط طبعاً مستحيل اشتريها. يعني انا مع التجاره التقليديه الصراحه، الاونلاين او الالكترونيه أشياء مثلا بسيطة ممكن أستخدمها يوميا، ملابس، شوبينج العادي. ولكن مو كل الناس ممكن تعتمد على التجارة الإلكترونية. كلامك صحيح، هذا بالنسبة لك يا أختي، لكن في ناس ثانيين ما ينزل السوق في المقابل، هم يشتروا بس من النت، وهذا ما يشتروا أبدا، ما ينزلوا السوق أبدا. ففي أنت اليوم استهدافات، أنت إيش حتحدد استهدافاتك؟ هي تروح للاستهداف. أنت اليوم استهدف زبون يشتري من النت، يثق فيك، يشتري مرة يجربك، يشتري مرة ثانية وثالثة وعاشرة، وينصح الأصدقاء، فكذا أنت بتتطور. لما تسوي سعر كويس وجودة وكواليتي كويس وضمان، هذا بحد ذاته تسويق لنفسك. صح، ولكن في البداية إقناع العميل ممكن يكون صعب. ليش؟ أنا أقول لك ليش. كل يوم بنفتح السوشيال ميديا وبنشوف ناس كثير بتتكلم عن التجارة الإلكترونية وحجم الأرباح المهول اللي بيصير فيها، وصراحة الناس كثير ممكن ما تصدق. كيف ترد عليهم؟ يعني إذا من جد الموضوع صح، كان كل أحد فتح له موقع إلكتروني وباع فيه وجاته أرباح بالملايين مثلا. أيوة، الملايين ما تجي بسهولة. هذه هي الملايين تجي، شوفي طال عمرك الآن أنت تبدأ المشروع. اليوم الموقع الإلكتروني ما يكلف، حتى إدارة المخازن تقدر تسوي عقد وكذا مع إدارة المخازن، برضو ما حتكلفك العملية إلا يعني نسبة معينة. لكن هو في الأصح هو الموضوع منتج، سعر، تسويق. اليوم لازم المنتج يكون جيد. اليوم لو أنت عندك تسويق جيد وسعر جيد بس المنتج ما هو جيد، ما يعني لا المشهور ولا أحد يقدر يبيع لك إياه، فحتخسر أكيد. فثلاثة أمور هذه مرتبطة ببعض، المنتج والسعر والتسويق. المنتج أهم نقطة. إيش المنتج اللي عندك أنت؟ في بعضهم يفك الموقع ويأخذ منتجات من السوق هنا ويعرضها، حسب العملية سهلة، أكيد لا حيخسر. صح. وفي شركات كبيرة أخذت من السوق وأسست بشكل وحجم، صرفت إعلانات وبرضو خسرت. لا، اليوم العملية كلها في التجارة الإلكترونية هو المنتج اللي يلفت الزبون بس. يعني لازم يكون ملفت عشان ينجح، مو شيء عادي. العادي ما حياخذه منك.
وفي ناس كثير فعلا، انت ذكرت نقطة مرة حلوة، في ناس بتاخذ من محلات او بتاخذ من برا مثلا، بتشتري من برا وبتجيبها، بتفتح حسابات في انستغرام، هذول انخدعت منهم كثير عشان كذا متضايقة منهم، وبيبيعوا وبيكسبوا فعلا. سهل انك تبيع اول مرة بس بعد كده ما تستمر. نحن اليوم ناخذ نصايح من خبير. ما حتستمر اكيد، حتبيع اول مرة. ممكن تجيب معلن او مشهور يثقوا فيه الناس ويعلن اعلان، يطلع المنتج عند الناس، يطلع الكومنتات على الخاص عنده كلها سيئة. فهذا يعني هذا باع المشهور بناء على الثقة اللي اعطوه اياها الناس. اما بعد كده ما حيدخل الموقع الالكتروني ولا حتبيع ولا شيء وحتقفل 100%. طيب مع زحمة مثلا المواقع والاف الناس اللي بيمارسوا التجارة الالكترونية، ممكن يجي احد ويقول كيف ممكن ان ينافس كل هذه المواقع الموجودة في السوق ولسه يكون مبتدئ صغير؟ مبتدئ اهم شيء يقرأ السوق، ايش في موجود في المواقع الالكترونيه، وايش سعرها، وايش الكوست حقه، ومن فين حيجيبها، ومن فين حيصنعها، وكيف يطورها، هل في امكانيه تطوير، هل يتواصل مع مصانع يطورها ثانيه، يحسن المنتج، ياخذ فكره. هي العمليه كلها في الفكره بس. طب نحن اليوم نبغى نبدا من حيث انتهى الاخرون، هذه المقوله اللي انا كثير اؤمن فيها في حياتي، خصوصا في التجاره. يعني في كل ما يخص التجاره. من تجاربك الشخصيه اعطيني امثله صارت معك، الخساره والربح، ناخذها كذا خطوه خطوه مع بعض ونتعلم منها. طب اعطيك اهم نقطه في الخساره. الربح ان شاء الله انه اموره طيبه، بس في الخساره اليوم انا ما تبغى انا نحسدك. لا ما شاء الله الخساره حلوه. لا ما شاء الله الخساره طيبه، اللي تعلم الخساره تعلمك احسن من الربح. حتى بالربح نتعلم كيف نربح. لا ما تعلمك الخسارة، تعلمك لأنها مؤلمة. أي. تتعلم منها. فالخسارة عندك مثلا تشتري شيء بناء على ذوقك الشخصي. شيء مثلا أنا ذوقي أوروبي، السوق ما يطلب ذوق أوروبي، يطلب ذوق مختلف. حلو. فهذا الشيء لما تأخذ على عاطفتك وعلى الشيء اللي في قلبك تخسر. أنت لازم تلبي كل الأذواق. لازم تشوف الناس إيش أذواقهم تشتري لهم. ممكن أنا أشتري أشياء لموقع إلكتروني عندي ما تعجبني أنا كشخص، لكن هي تمشي في السوق، هي مطلوبة هذا الشيء في السوق. فهمتي؟ فهذه كيف ممكن أنت تسويها؟ يعني مثلا أعطيك مثال، واحدة من الأخوات عندي، أخواتي، قالت لي هذا منتج مو حلو في الموقع. ليه؟ مو حلو هذا المنتج. هذا منتج أقوى منتج يبيع. ذوقها واحد بس ذوق الناس مختلف. فما يمكن. أنت اليوم لما تنزل السوق تتعلم، هذا حبوه الناس، هذا ما حبوه، هذا البيع حقه ضعيف، هذا عالي، فأنت تتطور من لازم نفسك. تكون مطلع، لازم تتابع عندك أبديت. لازم هذا أبديت يمكن يوميا. طب يعني السوق يحتاج صراحة، أنا أشوف أن السوق يحتاج، وزي ما ذكرت أنت المنتج الجيد هو اللي يسوق لنفسه، هو اللي يبيع نفسه. ولكن إذا جيت أفكر بيني وبين نفسي، بس هو مشروع يا سامي، ماني عارفة أوصل لفكرة منتج جيد. السوق ايش يبغى اليوم؟ لو نبغى نعطي افكار للشباب، هل في مثلا معايير معينه او طريقه يعني ممكن تنصحنا فيها كيف نبحث او نلاقي المنتج الجيد اللي ممكن يبيع نفسه ويحقق ارباح؟ اول شيء لازم يكون عندك جراءه. الجراءه في اختيار المنتج. مثلا انت مشيتي في السوق وجدت شيء لفتك كذا، حسيت انه شيء لفتك، وبتلقى يعني بتمر عليك هذه اللحظات، بس ركزي فيها، حتلقى هذه مثلا لفتتك جميله وكذا، خذيها تفرجي فيها، اسالي صاحباتك كيف هذه، اوه حلوه، حطيها فوق الطاوله في العزيمه، سالوكي عليها، هنا يبدا ايه يتبلور عندك انهم مهتمين فيها. هذا منتج ناجح. حلو. انت بعد كذا تنتقل. انا مره في دبي شفت مبخره عجبتني مره، فكرتها غريبه. أعطيتها واحدة مشهور، جبتها، فأخذ في بالي أني أنا أجيبها أصنعها يعني بشكل خاص. فأعطيتها واحدة مشهورة، قلت صوري فيها يوم الجمعة. فخور تصوري تصوير عاد يوم الجمعة، وما قلت لها إيش الموضوع. وجلست لها بعد يمكن ساعتين من التصوير، ثلاث ساعات، اتصلت علي قالت لي كل الناس تبغى المبخر هذا، من فين اشتريتها؟ خلاص هنا أنا تبلور عندي النجاح، نجاح المنتج. ترى مو شرط دائما يكون نجاح المنتج، ممكن عشان هذه المشهورة هي صورت هذا المنتج. لا لا لا، فالناس اللي تتابعها أبداً تحبها، تحب أنها تقتدي نفس المقتنيات اللي بتكون أبداً عندها. صدقني ممكن لا تكون كذا المشهورة. أي. لو سوت إعلان مو حلو حيجيها من الناس كلام مو حلو، ولو سوت إعلان حلو حيجيها مدح حلو. مو كلهم، على حسب القوة والتأثير. أنا أقول لا،
لان انا يعني في عندي اطلاعات طبعا. احنا لما ننزل منتجات ناخذ فيدباك من المشهور سواء بمشهور او مشهور، فناخذ فيدباك كيف المنتج، ايش اراءهم، ايش نستفيد، هذه مهمه لنا. هل برايك طيب التجاره الالكترونيه تعتمد اعتماد كبير جدا على المشاهير اليوم، ولا هل انا اقدر ممكن اسس مثلا متجر الكتروني بدون استعانه بمشاهير؟ هي تقدر طبعا، في 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 اعلانات التسويقيه بدون هذا، في اعلانات بدون يعني مثلا عن طريق جوجل، عن الانستغرام، على اليوتيوب، على السناب شات، ففي ممكن يعني ما هي مشكله. طب برايك يعني نحن كلنا بنشوف ان التجاره الالكترونيه اليوم تحتاج راس مال اكيد، وهنا الموضوع يعني نحتاج فيه خبرتك، كم المبلغ اللي ممكن يخليني ابدا في موقع الكتروني او التجاره الالكترونيه؟ شوفي كمبلغ ما هي مشكله، انا اشوف انه المبلغ ما هو معضله. اليوم لو انت جبتي لي اليوم فكره في مستثمرين، إيه فعجبتني الفكرة، أنا بس هاخذ منك الفكرة، هعطيك 50%، ما عندي مشكلة. طب إذا أنا ما أبغى شركة مثلا؟ ما تبغي شركة؟ كم أعطيني مبلغ تقديري؟ على حسب المنتج اللي تبغى تنزليه. يعني مثلا لو قلنا منتج واحد مثلا، مثلا نقول مبخرة، المبخرة يعني ممكن يكلفك 30,000 20,000 لو صنعتيها في الصين، يعني حتكون مربحة لك، ممتازة كفكرة حلوة. مثلا لو قلنا ساعات ما حتقدري، لأنه يحتاج كميات كبيرة ويحتاج كذا، ما حتقدري. لو قلنا مثلا ملابس حتقدري كمصممات، تأخذ تصميم تسوي 2-4 عبايات 5 جلابيات كذا، هي ممكن. السوق مليان صراحة أشوف. طب مع المنافسة الموجودة، وين أكثر الأصناف اللي تنصح أن الواحد يهتم فيها ونحتاج فعلا أنك تغششني هنا؟ والله شوفي كعطور، كعطور أنا أشوف أنه اكتفاء، في اكتفاء، اكتفاء فوق الاكتفاء صح. ساعات الآن السنة هذه في اكتفاء. أنا أشوف أكثر شيء أشوف الفاشن بالنسبة للبنات، للبنات يهتموا أكثر في الملابس. أيوة، لأنه دائما بيجددوا، دائما بيشتروا، لو لقوا موديل حلو حيشتروه حتى لو في سيزن ولا ما في سيزن. فهو أنا أتوقع دائما أشوف القطاعات الناجحة واللي فيها فلوس الأكل والملابس. أكيد تتفق؟ أكيد صح؟ يعني يا شباب اللي بيفكر أنه يكون له مشروع جديد، الملابس أحلى من الأكل. الملابس ليش؟ الأكل صعب، صعب صح؟ الملابس أريح، أريح. الأكل جدا صعب، تفتح كافي ولا تفتح مطعم هذا الموضوع مرة صعب، صعب. طب بالنسبة يعني الموضوع التصاريح في التجارة الإلكترونية عشان يكون وضعي في السليم، يعني هذه إيش تحتاج مني مثلا الآن بالنسبة للبيع ولا التجارة الإلكترونية؟ التجارة الإلكترونية تقدر في شركات إدارة مخازن، تعطيهم سلعتك هم يصدروا فواتيرهم ويصدروا كل شيء، والضريبة والأشياء والمصاريف الشحن، يسووا يعني ديل كامل معك. فتختصر يعني أنت بس تجيب المنتج تعطيهم إياه وتسوي الديل مع بعض. ما عليك أي هدك، ما في أي مشاكل. أيوة، تربط يعني الموقع في المخازن مع الشركة هذه، أنت بس تتفرج على الأرقام. والله شيء جميل جدا. وشباب اليوم ما عندكم عذر، يعني اللي حاب انه يبدا في التجاره الالكترونيه اتوقع الموضوع مره سهل وميسر، مجرد انك تختار المنتج او الفكره اللي راح تبيع نفسها. وانا حفكر ان شاء الله. شوفي نحن عندنا مشكله انه ما نبدا، هذه هي اكبر مشكله عندنا. صح. لا انت ابدا حتلاقي الخير، حتى لو خسرت حتتعلم، هي خير في الاخير، حتى في الخساره خير. فانت ابدا، افكر ما هذه ما حتكون جيده لك بالنهايه. اكيد يعني التجاره فيها ربح وخساره، ونتمنى دائما تكون ربحان سامي فعلا. يعطيك العافيه. ان شاء الله يا رب، وانتم كمان ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه، نورتنا وشرفتنا. شكرا لك مشاهدينا، بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، وأكيد من فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية. نشوفكم بكرة في أمان الله. We'll be right back.